عايزة أقول إن المرأة المصرية من امبارح عاملة نموذج رائع في الإدلاء بصوتها وفي تواجدها وفي إثبات إنها سيدة إيجابية وطنية بتحب وطنها وبتؤدي الواجب أو الاستحقاق اللي عليها. عارفة هي بتعمل إيه، عارفة وطنها عاوز إيه، مختارة. شفنا بنات وستات زي الفل واقفين في طوابير علشان صح. يدوا أصواتهم. أنا يعني عندي كده حنان أو يعني حتة كده في قلبي ناحية لجنة الدقي، لأني كنت صوتي فيها امبارح وأنا فايتة. ما شاء الله بناتنا اللي واقفين يؤدوا واجبهم الانتخابي. عندنا مثلا في البحيرة بسمع من أهلي من الناس اللي هناك قد إيه الناس حريصين، الشباب والستات والرجالة، لكن الشباب والسيدات في المقدمة الحقيقة على أداء هذا الاستحقاق المهم. عندنا مرشحين في دوائر كبيرة ليهم دور وطني، ليهم دور حقيقي مع الناس، معروفين. طبعا أنا ما بعملش دعاية لحد ومش هقول أسماء، لكن صحيح. في دايرة ببقى عارفة مين النائب اللي هو جنبي على طول، مش بيظهر فجأة وقت الانتخابات ثم يختفي. صحيح. مين اللي أقدر أوصل ليه والمكتبه والعيلته والكل اللي حواليه ويقف جنبي بسهولة، هو ده اللي أنا بقدره، هو ده اللي أنا عاوزاه يكون في المكان ده، علشان مش يخدمني أنا بس، يخدم وطنه كمان اللي هو صحيح. الأهم صحيح. بخبرته السياسية، بأدائه البرلماني، بوجوده وسط الناس. احنا بنختار ليه مرشح يا أستاذة دينا؟ بنختار مرشح عشان يمثلنا، علشان يبقى صوتنا داخل البرلمان. صحيح. أنا عايزة برضو أقول لك حاجة مهمة جدا جدا. الناخب أو الناخبة لما بيروح لجنة الانتخابات ويدي صوته، هو مش مجرد واحد راح عمل ادى صوته وخلاص، او كتب اسمه وخلاص، او شارك وخلاص. لا، ده هو بيدي نفسه طاقة ايجابية بتفضل معاه. يعني احساسك ان انت رحتي وديتي صوتك وصوتك ده فعال وليه لازمة، وانت اخترتي الناس الصح واخترتي النائب الصح المتواجد اللي بيخدم المنطقة اللي أنا أعرف أوصله ووصله أنا عاوزة إيه، اللي أنا عارفة أنه هو في هذا المكان شبعان داخل مش للاستفادة، هو مش جاي يستفيد مني، وأنا اللي رايحة انتخبه عشان أستفيد. مظبوط كده. وعلشان أفيد بلدي. صحيح. علشان صحيح. أفيد عشان أفيد بلدي، عشان يبقى فيه حد بيمثلني صح. فأنا بيبقى جوايا طاقة إيجابية لما أنا أروح وأعمل كده. الطاقة الإيجابية دي على فكرة بتنعكس بقى على تعاملي مع أهل بيتي، على تعاملي في عملي، على قراراتي، على حاجات كتيرة في حياتي. يعني الإيجابية دي نفسها مش مجرد إن أنت تروح تدي صوتك، ده أنت بتروح تدي صوتك وبتدي نفسك طاقة تعيش بيها أيام جاية وسنين جاية، إن أنت شخص جيد وبتؤدي ما عليك وبتختار صح. خاصة بقى لما تختار نائب يدخل البرلمان ويثبت فعلا انه جدير بهذا المكان، انه أدي المسؤولية، انه فعلا متواجد مع الناس، انه فعلا بيؤدي خدمات للناس، انه حواليه مجموعة من العاملين مثلا في مكتب جمعية اللي هو عاملها لخدمة الناس، متواصلة معهم طول الوقت. دي كلها حاجات مهمة جدا، بس أنا بركز على الطاقة الإيجابية اللي احنا بنكتسبها لما ننتخب. طبعا يعني كمان النائب يعني أستاذة أماني بعد ما بيدخل عن طريق دايرته وأهل دايرته، بعد كده هو بيمثل مصر كلها. يعني هو بيبقى نائب في البرلمان، نائب مصري، نائب للدولة المصرية. فنبقى عايزين كلنا حد، يعني كلنا نختار صح، علشان الأصوات دي هي ترجمة لمطالبنا، ترجمة لتطلعاتنا في النجاح في الفترة اللي جاية كمان. طبعا. وحاجة مهمة جدا والله يا دينا، إحساسك بالإيجابية لما تنتخبي وتدي صوتك،
احساسك انت بان انت ايجابيه واديتي ما عليكي وما كسلتيش ما قلتيش لا هبقى اروح المره الجايه هبقى مش عارفه ايه اصل صاحبتي راحت وانا ما روحتش معاها فهروح هروح ليه كده. انما احساس الايجابيه لا انا هنزل وادي صوتي وصوتي ليه قيمه وهختار الصح وهختار اللي يمثلني صح وهختار اللي يفيد بلدي ويفيدني كل ده. لا وفي برضو شويه يعني ناس يقول لك المرشح ده حبايبه كتير او الراجل شعبي وخدماته كتير وناجح ناجح فاكسل انزل اقول صوتي. لا انزل وقول صوتك لانه هو لما تاكد نجاحه وتاكد جدارته بهذا المكان فانت برضو اديت نفسك طاقه ايجابيه هتنعكس على كل حياتك بعد كده. ده حقيقي. على كل الأحوال المشهد طبعا يعني المشهد مهم وعايزاكي برضو أستاذة أماني لو ليكي كلام للست المصرية لأن امبارح كنت بقول للي محتار في أي دوائر انتخابية ينتخب مين قلت لهم اسأل ماما ماما اللي هتبقى عارفة مين اشتغل هنا السنين اللي فاتت على مدى الفترة اللي فاتت. والله يا دينا والله أنا بشوف الأجيال الشابة عندهم وعي وعندهم قدرة على الاختيار يمكن احنا اللي بنسألهم ساعات كمان يعني هو طبعا التشاور مع الأسرة ده مهم جدا صح. لكن في الناحيتين يعني هيفيد الأم انها تبقى شايفة ابنها او بنتها الشباب عاوزين ايه وهيفيد الشباب ان امهم تقول لهم الخبرة المسبقة الموجودة عندها صحيح. فإحنا بنقول للأسرة تتشاور ويكون الاختيار للي فيه مصلحة البلد للي فيه مصلحة المكان صحيح. للي يمثلني بشرف وبنزاهة وبشكل مشرف لمنطقتي ما أنا بقى عندي انتماء لمنطقتي ما أنا صحيح. عندي انتماء للجزء اللي أنا عايش فيه صحيح صحيح. فأختار اللي يمثلني بشرف اللي عنده خبرة اللي يفيد المنطقة ويفيد البلد ويفيدني أنا شخصيا ده كلام مظبوط استفادتي بالطاقة الإيجابية اللي أنا هاخدها من المشاركة صحيح. الكاتبة الصحفية الأستاذة أماني درغام بشكرك شكرا جزيلا.